قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. يمكن دي كانت وصية الكتاب المقدس لرحلة العائلة المقدسة اللي كانت بسببها يعني تباركت أرض مصر بمسار العائلة المقدسة على أرض مصر. امبارح كان في حدث، الحدث ده هو حدث مهم في محافظة البحيرة تحديدا، وهو افتتاح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وده بعد تطويره ورفع كفاءة المنطقة ككل المحيطة به علشان يكون في أفضل مظهر تراثي وجمالي أيضا يليق بمسار العائلة المقدسة، ويكون مؤهل أنه يستقبل الوفود السياحية من كل دول العالم. تعالوا نشوف التقرير التالي. احنا بمجرد سياده الرئيس ما ادانا الدور الاخضر ان احنا نبدا فعلا في مسار العائله المقدسه، حددنا المحافظات الثمانيه اللي تم فعلا ان العائله المقدسه زارتهم واستمرت فيها الوقت طويل، مش مجرد المرور فقط. احنا دلوقتي انتهينا تماما من ثلاث محافظات تقريبا، وان شاء الله في خلال الشهر القادم ان شاء الله ننتهي من محافظتين ومحافظه القاهره بالاضافه ان شاء الله. فاحنا في احنا يمكن كنا نسعد ان احنا نفتحها في 1/6 مع بدايه دخول العائله المقدسه، لكن احنا ان شاء الله شغالين وباذن الله تعالى خلال الايام القادمه ان شاء الله تم. احنا عارفين العائله المقدسه استمرت فيها حوالي طول 3500 كيلومتر، ولكن الاستقرار كان في محافظات معينه. احنا اولا في العمل ده كله عمل تم بالتنسيق الكامل بيننا وبين وزاره السياحه مع سواء خبراء فنيين في الترميم مع البنيه التحتيه الموجوده. محافظه البحيره باعتبار ان هي من اكبر الاديره واقدمها الموجوده حاليا عندنا في خط المسار، وازاي التكلفه اللي تمت سواء من البنيه التحتيه او من خلال تجهيز المكان انه يصبح كده. وطبعا احنا يعني طلبنا من الساده المستثمرين اللي يبقى في اللي عايز يستثمر في مجال في بعض النقاط معينه او في النقاط كلها اللي ممكن تبقى في راحه للزوار. واحنا فعلا في يعني احنا سمعنا ان في بعض الشركات بره في اوروبا جهزتنا فعلا تعمل رحلات للرحله رحلات العائله المقدسه، ولكن ان شاء الله لما يعلن سياده الرئيس الافتتاح الكامل باذن الله هيكون ان شاء الله اعلان كامل لخط المسار باذن الله تعالى. النهارده احنا كنقطه من النقط اللي موجوده داخل محافظات الجمهوريه احنا خلصنا، فتأتت يعني زياره معالي وزير السياحه ووزير التنميه، وان شاء الله كل حاجه هتبقى موجوده، بس لازم خلاص الدوله عملت البنيه التحتيه اكيد يبقى في مجال الاستثمار في المخيمات والمناطق اللي هتبقى تخدم الكلام ده. وبالفعل المحافظه عملت استثمار مع احد الشركات وعمل منطقه سياحيه قريبه جدا من المسار في وسط البلد في وادي النطرون وبيستكمل اجراءاته. مشروع قومي عظيم جدا، وكمان بضيف له المشروع الثاني في سيناء وهو مشروع التجالي الأعظم اللي سيادة الرئيس برضي مهتم به. كلها مشروعات تاريخية دينية روحية ثقافية قومية ترضي الكل وتفرح قلب الكل وتجذب سياحة من كل العالم إلى جانب السياحة الداخلية. شيء عظيم جدا وأفكار نيرة وأفكار متقدمة ومتطورة، نرجو لها النجاح كلها. وكفاية أن ربنا اختار مصر من كل دول العالم تلجأ لها العائلة المقدسة عشان تظهر أن مصر دي هي بلد الأمن والأمان منذ قديم الزمان.